لي من البنين والبنات 12 استشهد منهم 2 من الأولاد اللي هو حمزة ويوسف. حمزة هذا يوم 25 فبراير في مسيرة طريق عرادة، أما يوسف فاستشهد في 29/9. هو من أجل التخلص من هذا الظلم اللي يعاني منه الليبيين 42 سنة، الظلم اللي عاش فيه. احنا ربما كبار وتأقلمنا مع الجو، لكن الشباب الصغير تدمروا، لا حياة علمية ولا وظيفية ولا لهم أي قيمة، وبالتالي يحسوا بالظلم والضرر، ولهذا تاروا يعني من أجل كل شيء. يعني أبنائي الاثنين استشهدوا كغيرهم من شهداء ليبيا بكاملها من أجل الوصول لحريتهم، ومن أجل أنهم يقولوا كلمتهم وينفذوها ويجدوا من ينفذها ومن يحرص على تنفيذها. ولهذا السبب كان هذا اليوم وهذا الميعاد وهذه الثورة في ليبيا بأكملها من أجل هذا اليوم، من أجل أننا نعيش سعداء وأحرار، وأننا نعبر عن أنفسنا، وأن نمثل اللي هي القاعدة الأساسية، واللي هي المواطن يقدر يقول حر، يقول يعبر عن نفسه بحرية وبطلاقة من خلال الانتخابات ومن خلال اختيار الناس اللي يراهم أكفاء لخدمة هذا البلاد ولتحقيق الأماني والرغبات للوطن أو للجماهير الشعب الليبي بكاملها. على خاطر ليبيا وخاطر الشهداء وخاطر أولادي اللي استشهدوا أنا سجلت. أنت يا ليبي شن بدير؟ يا بلادي يا بلادي بجهادي وجلادي ادفعي كيد الأعادي والعوادي.